بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم أبناء الطلبة طلبة الثالث الثانوي الأدبي شعبة العلوم الاجتماعية. أهلا بكم معنا في درس جديد من دروسنا في مادة علم النفس النمو. نقدم لكم دروس هذه المادة من خلال مدرسة أوريان الافتراضية. نصل اليوم وإياكم أبناء الطلبة إلى الدرس 27، حيث لازلنا في الجزء الثاني الذي يحمل عنوان الطفولة والمراهقة. قبل أن نبدأ في درسنا، أستعرض وإياكم أهم العناصر التي كنا قد تحدثنا عنها في درسنا السابق. كنا لازلنا نواصل الحديث عن مرحلة الطفولة الوسطى، حيث تحدثنا عن خصائص النمو الانفعالي وتحدثنا عن الحاجات النفسية للطفل. أما اليوم فأهم العناصر التي سنتناولها في درسنا هذا هي على النحو التالي. نواصل ما كنا قد بدأناه سابقا من حديث عن مرحلة الطفولة الوسطى، حيث سنتحدث أو نكمل ما كنا قد بدأناه سابقا من حديثنا عن الحاجات النفسية للطفل، ثم نتحدث عن تفاعل الطفل مع الأسرة. طبعا بالنسبة لتفاعل الطفل مع الأسرة سنتحدث عن معنى التفاعل. بداية نكمل الفقرة التي كنا بدأناها في درسنا السابق، وهي الحاجات النفسية للطفل، والتي كنا قد قلنا بأن هذه الحاجات منها المادية ومنها النفسية. الحاجات المادية التي تتعلق ببقاء الإنسان من طعام وغذاء وما إلى ذلك، الحاجات النفسية مثل الحاجة إلى الأمن، الاستقرار، الراحة، الطمأنينة إلى آخره، الحاجة إلى اللعب. أيضا من الحاجات النفسية الأخرى التي يحتاجها الطفل بالإضافة إلى ما كنا قد ذكرناه سابقا، حاجة الطفل إلى الرضا عن النفس أو الرضا النفسي الذاتي، حاجته أيضا إلى إرضاء الآخرين، أي أن يكون راضيا عن نفسه ويكون الآخرون أيضا هم راضون عنه حتى يشعر بالراحة والطمأنينة. فالطفل الذي ينجح في تعليمه المدرسي ويشعر بصحة بدنه ويعرف مدى حب ورعاية أهله له ويرى ويسمع التشجيع والتقدير والقبول سواء من الرفاق أو المربين والكبار، هذا الطفل يكون سعيدا بنفسه، معتزا بها وراضيا عنها. إذن عندما يكون ناجحا ويتمتع بصحة بدنية ويتلقى حب ورعاية من أهله ويسمع ويرى تشجيعا وتقديرا من كل الأوساط التي يعيش فيها سواء أسرة أو مربين أو رفاق أو زملاء أو أقارب صغار أو كبار إلى آخره، كل ذلك ينعكس على الطفل حيث يكون سعيدا بنفسه معتزا بها وراضيا عنها، وهذا يؤهله بدوره للنجاح في حياته وينبئ بنمو شخصية سوية في المستقبل. كذلك الطفل الذي يتفاعل مع الآخرين بمنطقية وثقة وواقعية يلقى استحسانا وقبولا منهم ويلقى مدحا ويسمع منهم الكثير من الإطراء، وهذا ينعكس على الصحة النفسية للطفل فيعتز بنفسه ويثق بنفسه. هذا يدل على أنه قام بواجبه نحوهم وأرضاهم فيكون راضيا على نفسه وأرضاء الآخرين. هذا الأمر إذن يعود على الطفل بالارتياح وتحقيق الحاجة إلى إرضاء الآخرين. إذن إرضاء الطفل لنفسه أو رضاه عن نفسه يكون أو رضا الآخرين عنه يكون بأن يكون ناجحا والآخرين يتقبلونه يقومون بتشجيعه وإطراءه ومدحه. طبعا وعندما يكون تفاعله إيجابيا مع الآخرين
ويمدحونه فيشعر بأنه قام بواجبه وقام بفعل الحسن، فيسمع إطراء منهم فيشعر بأنه أرضى الآخرين أيضا وأرضى نفسه. الطفل أيضا بحاجة إلى الاستقلال والتمتع بقدر من الحرية في سلوكه، وذلك بما لا يؤثر على استقلال وحرية الآخرين. فمثلا نترك له قدر من الاستقلال والحرية في اختيار زملائه، في اختيار ثيابه، في الاحتفاظ بأموره الشخصية، احترام آرائه إلى آخره. وبذلك يجب أن نتيح الفرصة للطفل في اتخاذ قراراته واختياراته مهما كانت بسيطة، كاختيار مثلا ألعابه، أصدقائه، القيام ببعض الأعمال التي تخصه دون فرض آراء واختيارات الكبار عليه. فيجب على الآباء تشجيع المبادرات الذاتية للطفل فيما يخصه شخصيا، وينمي فيه روح المبادرة والمشاركة والتعاون والشعور بالإنجاز والنجاح كشخصية مستقلة ذات كيان خاص. الطفلة تعتز بنجاحها وبثقتها بنفسها. الطفل أيضا بحاجة إلى تعلم أنماط السلوك السليم. الطفل بداية لا يستطيع أن يميز الصواب من الخطأ إذا لم يكن هناك من يرشده ويوجهه، أي أنه يتقبل القوانين والأعراف والآداب العامة وآراء السلطة الأبوية والتربوية والقانونية، لأن هذه الآراء يجب أن يعترف بها ويتقبلها، وذلك بما لا يجعله إما ينصاع لكل رأي أو أوامر. أي مثلا لا ينصاع لأي شخص أو رأي أي شخص، ولكن يمكن مثلا أن يأتمر بإمرة والده أو والدته، أن يحترم القانون فيلتزم به، يحترم العادات والأخلاق العامة، لا ينصاع يذهب مع كل شخص ذاهب ويأتي مع الآتي، يذهب مع الذاهب ويأتي مع الآتي. هنا يصبح الطفل إما، ولكن إذا لا يجعله إما ينصاع لكل رأي أو أمر، ولكن وبما يجعله قادرا على التمييز بين حقوقه وحقوق الآخرين، وبما يمكنه من الانخراط في الحياة الاجتماعية وتقبل دوره الاجتماعي. الطفل في حاجة إلى الشعور بالنجاح، مما يحتم على الكبار تشجيعه ووصفه بما يحب من عبارات الإطراء والثناء وتوجيهه إلى الأعمال التي يستطيع النجاح فيها حتى يتذوق نشوة النجاح بنفسه. عن طريق التوجيه من الكبار يجب إبعاد الطفل عن الأعمال والمنافسة والمشاريع التي لا تتلائم مع إمكانياته حتى يتجنب الفشل والإحباط. إذا توجيهه نحو أعمال تتناسب إمكانيته حتى يكون ناجحا بها، بالتالي نشجعه عليها ونزيد من ثقته بنفسه. الطفل في حاجة إلى تقدير ذاته واحترامه عن طريق الاعتراف من قبل الآخرين بكفاءاته وقدراته واحترام آرائه وأفكاره، هذا ما ذكرناه أيضا سابقا. فهو دائما يسعى إلى تبوء المكان المرموقة، أن يأخذ أفضل مكانة في الأسرة، أخذ الاعتبار بوجوده، أن يأخذ الوسط المحيط برأيه من خلال إنجازاته وأعماله. النمو السوي للذات يشكل حجر الزاوية للشخصية السوية وإشباع حاجات الطفل النفسية، يعزز الذات ويساعد على نمو سليم لها. كما ذكرنا الطفل بحاجة إلى اللعب، واللعب مهنة الطفل، إلا أنه لا يقتصر على الأطفال فقط، فالحيوانات تلعب والكبار يلعبون، ولكن الاختلاف في نوع الألعاب ودرجتها فقط. في الألعاب المخصصة للأطفال غير تلك المخصصة للكبار. وللعب دور مهم في بناء الشخصية، وهناك نظريات كثيرة
تقترح مهام اللعب، منها التدريب مثلا على مهنته المستقبل. فنرى طفلا مثلا يحاول أن يكون طبيبا، حيث تتدرب مثلا القطة على الصيد والطيور على الالتقاط، الحل والتركيب والزراعة والبناء والركوب لدى الأطفال. ما هو إلا تدريب على أعمال سوف يقومون بها مستقبلا. هناك أيضا نظرية تسمى بنظرية التخليص، التي تشير إلى أن الطفل يزاول ألعابا قام ويقوم بها الإنسان منذ بداية البشرية في شكل أعمال وتطور، فهي من الجني والزراعة والصيد والصناعة إلى اختراق الفضاء الخارجي. كل ذلك يمثله الطفل في ألعابه، فيكون تارة مزارعا، وتارة يكون صيادا، وتارة يكون صناعيا يقوم بتصنيع والفك والتركيب، وتارة يمكن أن يصبح رجل فضاء إلى آخره. كل ذلك يعبر عن أمانيه للمهنة التي يحاول أن يتدرب على امتهانها في المستقبل. وهناك نظرية تصريف الطاقة عن طريق اللعب. فعن طريق اللعب يصرف الطفل طاقته وينفس عن مكبوتاته ويشبع رغباته وتطلعاته، أي أنه من خلال الألعاب يتفاعل معها كما لو كانت أشخاص أو وسط محيط به. وفي كل الأحوال اللعب حاجة مهمة للطفل، وهو وسيلة للإشباع والتدريب والتخلص من التوترات وكذلك شغل الفراغ. هذا بالنسبة للحاجات النفسية للطفل. ننتقل إلى تفاعل الطفل مع الأسرة. نعرف بداية معنى التفاعل. ماذا يعني التفاعل؟ يشير مفهوم التفاعل في علم النفس النمو إلى العلاقة الاجتماعية بين الناس فرادى كانوا أم جماعات، على أن تكون هذه العلاقة ذات تأثير متبادل بحيث يؤثر كل طرف في الآخر. فالأسرة هي الجماعة الأولى التي ينشأ فيها ويتربى الطفل، وعادة ما تتكون هذه الأسرة من أب وأم وإخوة، لذا من الطبيعي أن تكون علاقة الطفل بأسرته أقوى علاقاته الاجتماعية، خاصة وأمه وأباه ثم إخوته ومن يعيشون معه، حيث يتفتح الطفل على دنيا بحواسه وإدراكه، فيجدهم من حوله يرعونه، يغمرونه بالحب العطف، يشبعون حاجاته المادية والنفسية، يقومون بحمايته. والآباء عادة ما ينقسمون إلى قسمين، آباء حقيقيون والآباء البيولوجيون الذين ينجبون الأبناء، والآباء النفسيون أي الذين يقومون بتربية الطفل ورعايته وتنشئته بدلا من الأم، بدلا من الأم البيولوجية أو الأب البيولوجي. بما أن حياة الطفل منذ بدايتها تشمل جوانب اجتماعية متعددة، فسرعان ما يكون الطفل علاقات بمن هم حوله، وذلك بما يتلائم وتلك الجوانب، فهو يحب من يشبع حاجاته كالغذاء والدفء والأمن، كل من يلبي له هذه الحاجة فهو يحبه، ويكره كل من يقف حائلا دون إشباع حاجاته، حتى لو كان هذا الشخص يقوم بذلك العمل لمصلحة الطفل. وهو كذلك يغير ويعتدي ويتعاون، وأحيانا يكون أنانيا، يميل إلى هذا وينفر من ذاك، يقدم الولاء أحيانا ويرفض أحيانا وينقلب، ويحب الثواب ويهاب العقاب إلى آخره. كل هذه أنماط سلوكية يقوم بها الطفل محاولا من خلالها التوفيق بين متطلباته ودوافعه وحاجاته،
وبين متطلبات البيئة الاجتماعية المحيطة. يحاول أن يوفق بين ذاته ومتطلباتها وبين متطلبات البيئة الاجتماعية المحيطة التي يعيش فيها. كل هذه الأنماط السلوكية لها علاقة تفاعلية تؤثر على جوانب شخصية الطفل الأخرى، مثل الجوانب العقلية وكذلك الانفعالية وكذلك الجسمية. وبطبيعة الحال كلما كان السلوك الاجتماعي إيجابيا بناء ومقبولا، كلما كان أثره على نواحي الشخصية الأخرى إيجابيا وبناء أيضا، حيث أن علاقات الطفل تكون مع والديه أولا ثم أخوته ثم الآخرين، وذلك وفقا لاتساع دائرته الاجتماعية التي ترتبط بنموه وعمره الزمني وإمكانياته العقلية والجسمية. فبداية العلاقات الاجتماعية إذن تكون مع الوالدين. بهذا أبناء الطلبة نصل معكم إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، إلى أن نلتقي في درس قادم إن شاء الله. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.